فات هذا القانون وحضرتك موجود النهارده في المجلس وبتتابع ايه اللي تم النهارده في المناقشات؟ هل كان في اعتراضات؟ كان في موافقه من الاغلبيه من المجلس؟ ايه اللي تم؟ لا، هو الحقيقه يعني هو الموضوع لازم حاجه ما يكونش متعلق بالمناقشات اللي دارت اليوم والامس فقط، لانه مع لجنه الصحه وبرضه لجنه الخطه والموازنه تم مناقشه الموضوع ده على جلسات كثيره جدا، ويعني الحضور في لجنه الصحه كان حضور مكثف، ودارت مناقشات ودار شرح بشكل كبير جدا في جميع هذه الجلسات، وتم الشرح انه النظام ده هو بيتعمل انه نظام جديد بيتم ضمان فيه انه تمويله يتم بشكل جيد، بيتم ان هو نظام شامل الزامي لجميع المواطنين. الفكره ان هو نظام تكافلي، بنطبق حاجه موجوده في العالم كله، ومن اهم العناصر اللي موجوده ان احنا بنضمن لهذا النظام انه يكون فيه التمويل الكافي لضمان الاستدامه بتاعته. طبعا ده تم بناء على دراسات، انت عارف حاجه احنا بنشتغل في الموضوع ده من سنه 2007، زميلي اشتغل فيه من سنه 2007، واتعمل له اكثر من دراسه ما بين 2007 و2010، طبعا نتيجه الظروف بعد التوقف في 2011، وقف فتره ورجعنا اشتغلنا فيه تاني من 2015 و16 صعودا ليه ان احنا وصلنا للموافقه النهارده الحمد لله، انه تم دراسته بشكل مكثف ووضع كل السيناريوهات للتمويل بحيث ان احنا نضمن الاستدامه الماليه، لانه يعني اقدر اقول لحضرتك انه يعني الافه الكبرى بالنسبه لنا ان احنا بنعمل حاجات ما بيكونش تسعيرها معمول بشكل كويس، بتبتدي القطاعات المختلفه تبقى تحت ضغط، وبتبتدي في نهايه الامر يحصل لها نوع من انواع الانهيار، لانه ما بنعملش التسعير بشكل مظبوط وما بنعملش التمويل بشكل مظبوط. فده كان المهم. الحقيقه المناقشات في لجنه الصحه كانت مناقشات مكثفه على جلسات كثيره، المناقشات امبارح استمرت لاكثر من 7 ساعات، النهارده يمكن 5 ساعات او اكثر برضو، فكان في كل الطلبات، كان في كل المناقشات او التعليقات، لكن الحقيقه اللي اتقال ان مجلس النواب بكامله مدرك تماما انه ده مشروع مهم جدا لمصر. احنا بنتكلم على، دايما بنتكلم على ملفين في غايه الاهميه، بنتكلم على ملف الصحه وملف التعليم. بتصور النهارده بنوافق على قانون التامين الصحي انه قفزه كبيره في قطاع الصحه ممكن النهارده تتم بشكل كبير، التعامل مع ملف الصحه ممكن يكون ماشي في طريق سليم بشكل كبير جدا، وتمت مناقشه كل الموضوعات الخاصه بيه. طبعا زي ما سيادتك عارف ان احنا بنتكلم على 3 هيئات، هيئه التامين الصحي اللي هي هيئه التمويل، وبعدين هيئه الرعايه الصحيه اللي بتقدم الخدمه، وبعدين هيئه الرقابه والجوده اللي هي بتراقب على المنظومه وبتراقب على مقدمي الخدمه بحيث نضمن جوده الخدمه اللي بتقدم للمواطنين. فكان الحقيقه في يعني نوع من انواع التفاهم الكامل من الساده الاعضاء لاهميه المشروع ولاهميته للدوله. والحقيقه النهارده عرضنا برضو على الدكتور علي عبد العال والساده النواب انه من 4 5 ايام كان في مؤتمر في اليابان بحضور سكرتير عام الامم المتحده، رئيس البنك الدولي، رؤساء لدول ورؤساء وزراء، وكان على ما يسمى باليونيفرسال هيلث كفرج، يعني او التامين الصحي الشامل. وكان اللي اتقال فيه برضو انه الملفات اللي زي التعليم والصحه تأثيرها على النمو الاقتصادي في الدول واستدامة هذا النمو الاقتصادي، التعليم والصحة بيأتوا في مرتبة أعلى من الاستثمار في البنية التحتية وغيره، لأن أنت حاجة بتتكلم في الهيومن ديفلوبمنت أو تطوير البشر من ناحية التعليم والعناية بالصحة من ناحية الصحة، دي تأثيرها على الدول من ناحية النمو واستدامة النمو بشكل واضح تأثيرها قوي جدا. فبالتالي كان في تفاهم الأعضاء، دارت المناقشات طبعا على موضوعات معينة ومنها التمويل ومصادر التمويل وغيره وغيره، ولكن الحمد لله المناقشة كانت بناءة جدا، والأعضاء كان عندهم قدر كبير من التفاهم لهذا الموضوع. الناس النهاردة وقفت عند أمر مهم في مصادر التمويل، انه 75 قرشا من قيمه كل علبه سجاير مباعه بالسوق المحلي سواء كانت محليه او اجنبيه على ان يتم زيادتها كل 3 سنوات بقيمه 25 قرشا اخرى حتى تصل الى 1.5 جنيه. الناس بدات تتكلم على انه هيبدا من بكره زياده السجاير،
هل السجاير دي مين اللي هيدفعها؟ هل التاجر ولا المشتري اللي هو؟ لا خليني بس اقول حاجه، انه القانون نفسه بيطبق اليوم التالي بعد 6 أشهر من نشر القانون في الجريده الرسميه. فنشر القانون في الجريده الرسميه هيتم في الايام المقبله، هيتم العمل به اليوم التالي بعد مرور 6 أشهر من النشر في الجريده الرسميه. فمبدئيا قصادنا 6 أشهر. الحاجه الثانيه، اللائحه التنفيذيه هي المختصه بتحديد المواعيد للحصول على المصادر الاخرى، فما فيش تاريخ اتحدد مبدئيا مش قبل 6 أشهر، والتاريخ سيحدد طبقا للائحه التنفيذيه في وقت هذا. يعني مش بكره السجاير هتزيد؟ مش لا بكره. لا يا فندم، لا ما فيش كده خالص. ما فيش سجاير خالص في الوقت الحالي. فحضرتك مش قبل 6 شهور. ده مش قبل 6 شهور، والتوقيت نفسه ما يعني لم يحدد. لم يحدد، ويحدد في اللائحه التنفيذيه، بيتقال في اللائحه التنفيذيه في خلال فتره معينه لسه لم يتفق عليها، ده هيتفق عليها في اللائحه التنفيذيه، فده غير موجود بالمره انه هيبقى فيه اي تحريك لسجاير في الايام القليله القادمه، ولا 6 أشهر ولا يمكن حتى يعني 9 أشهر يعني. لان احنا لسه مزودين السجاير. صحيح فندم، صحيح. وبالتالي مش هينفع نزودها مره ثانيه خلال فتره شهرين مثلا. لا هو انا قلت لسيادتك يعني ده القانون نفسه بدايه العمل دي اليوم التالي بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريده الرسميه. انا بقول الكلام بوضوح، اليوم التالي بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريده الرسميه. سياده الوزير، احنا محتاجين قد ايه للتامين الصحي؟